السلام عليكم. شايفين الطبق التحفة ده؟ دي حاجة كده طعمها حلو جدا، وهي طريقة المش بالبيض بطريقة سر أشهر عربية مش بالبيض بالسيدة زينب، عربية عم سعيد طربوش مخترع المش بالبيض. جربوها حلو جدا، وما تنسوش اللايك والاشتراك. المكونات معانا حوالي 4 معالق كبار مش، و3 حبايات طماطم، الطماطم متوسطة، وفلفل رومي او حامي 2 حبات او 3، ومعانا كمان 1/2 قطعة جبنة قديمة، ولو الجبنة القديمة قطعة كبيرة يبقى 1/3 بس، وقطعة كبيرة من الجبنة القريش، وممكن نستبدل الجبنة القريش بالجبنة الفيتا. هنضيف كل المكونات دي على بعض في طبق كبير، وهنضيف عليهم حوالي 4 معالق كبار زيت طعام، وكمان حوالي 4 معالق كبار طحينة. وهنقلب كل المكونات دي مع بعض كويس، ونهرسهم مع بعض كويس قوي بالمعلقة. لازم المكونات دي تتقلب كويس مع بعض وتتعجن مع بعض كويس. عم سعيد طربوش صاحب الاختراع ده، صاحب المش بالبيض او سندوتش المش، بيجيب العيش الشامي اللي هو تخين شوية وبيقسمه نصين، وبيحط في كل نص حوالي 2 معلقة من المكونات دي، وده سندوتش المش. وفي كمان طلب تاني بيعمله، وهو طبق المش بالبيض، وده هنعمله دلوقتي. هنجيب طبق تاني مفرود زي ده، ونفضي فيه كل المكونات دي، ونفرد المكونات دي في الطبق كده بالشكل ده، وهنجيب 3 بيضات مسلوقين هنقطعهم بالطريقة دي، نقطعهم حوالي كده 5 قطع بالعرض، بعد كده بالنص بالشكل ده. بعد كده هنحط البيض فوق المش بالطريقة الحلوة دي. ميكس البيض بالمش حلو جدا، والبيض بيكسر ملوحة المش، وكمان المش بيدي للبيض طعم جميل جدا. شايفين شكل الطبق حلو ازاي، وكمان طعمه حلو قوي. الطبق ده ممكن يتاكل معاه بطيخ، وكمان ممكن يتحط جنبه كوباية لبن او كوباية شاي بلبن. وطبعا ما ننساش البصل الاخضر، وكمان ممكن يتاكل مع الاكلة دي جرجير. نزين الطبق بالبصل الاخضر بالشكل ده، وده الطلب الشهير بتاع عم سعيد طربوش. جربوا الطبق الحلو ده، هتحبوه جدا وهتعملوه دايما. وبالهنا والشفا مقدما، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم.